الخارجية تعلن عن وفاة نمساويين في زلزال سوريا وتركيا. الجالية التركية والسورية في النمسا تتضامن لإغاثة ضحايا الزلزال. مواجهات مع الشرطة بعد مظاهرة رافضة لخطاب الكراهية في فيينا. وزير الخارجية يؤكد أن أمريكا هي الشريك الأهم للنمسا. والنمسا تعمل على جلب ممرضات من تونس بسبب النقص الحاد. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزارة الخارجية عن العثور على مواطنين نمساويين من بين القتلى في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وحسب الوزارة تم العثور على جثثهم في محافظة كهرمان مراشي، وتم التأكيد أنهما رجل وامرأة. وأضافت في بيانها أنه لأسباب تتعلق بحماية البيانات لا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية عن الضحايا. وذكر البيان أن النمسا على اتصال مع حوالي 10 مواطنين نمساويين متضررين بدون الإفصاح عن معلومات إضافية. بدأت الجالية التركية والسورية في النمسا بجمع تبرعات عينية ومالية للمناطق المتضررة من الزلزال. وأظهرت الجالية التركية والسورية تضامنهم مع أبناء بلدهم، حيث توجه الكثير منهم إلى قاعة كوسك مساء الاثنين لتقديم تبرعاتهم العينية التي سيتم نقلها إلى منطقة الزلزال بالشاحنات كل يوم. فيما أعلنت رابطة المرأة العربية النمساوية عن مشروع بلسم بإدارة السيدة ماريا كرياكي لجمع التبرعات المالية للداخل السوري، وذلك بسبب صعوبة وصول المساعدات العينية عبر تركيا. تظاهر المئات مساء الاثنين في فيينا الحي العاشر ضد تصريحات عضو حزب الأحرار فالد هويزر بمشاركة سياسيين بارزين من حكومة المدينة. وحسب مراسل انفوغراد تم تعطيل المظاهرة من قبل متطرفين يمينيين رفعوا لافتة كتب عليها فالد هويزر على حق، ولكن سرعان ما تم إنزالها من قبل الشرطة، ورفعت عدة لافتات مثل العنصرية ليست رأيا ويجب أن يستقيل فالد هويزر. يذكر أن فالد هويزر كان قد صرح بأن فيينا ستبقى فيينا ولكن من دون أبناء المهاجرين. أكد وزير الخارجية شالنبيرغ على استمرار التنسيق مع الجانب الأمريكي على المستويات كافة، موضحا أن التحالف عبر الأطلسي ضروري للنمسا. وقال شالنبيرغ من واشنطن في لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يجب توفير الدعم المستمر لأوكرانيا والتضامن الكامل مع كييف، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حريصان على عدم التدخل في الحرب، وأشار إلى رغبة النمسا في توسيع العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم. وفي خبرنا الأخير، أعلنت مستشفى منطقة ميدلينغ أنها تعمل على جلب ممرضات من تونس إلى فيينا بسبب النقص في مهنة التمريض التي وصل لتسعة آلاف ممرض. وبحسب ORF يتم إعداد الممرضات في تونس عن طريق دورات تدريبية في الاندماج،
وتعلم اللغة الألمانية في 6 أشهر، وفور دخولهم إلى النمسا يباشرون العمل في المراكز الصحية. وقال مكتب مستشار المدينة للصحة بيتر هاكر أن الممرضات الأجانب يمثلن لبنة مهمة لمواجهة النقص في هذا المجال، ودعا إلى تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة. ونحن من إنفوغراد ندعو الجالية العربية للمساهمة في إعانة المتضررين في سوريا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.